أخبار اليوم. ما أوسع الفارق بين هذا الضال والمضلل وهذا المجاهد في الله حق جهاده، بين قاتل معدوم القلب والدين والضمير وبين مقاتل مؤمن بربه منتم بصدق وإخلاص لوطنه ومنتسب للملايين الشرفاء من أبناء شعبه. بين من يبيع للشيطان نفسه ودينه وخلقه فيحيله إلى قاتل مجرم يرتدي عباءة الدين زيفا وتحريفا ليبرر جرمه وسوء فعله، وبين من يبتغي مرضات الله بالدفاع عن تراب وطنه ويرابط في سبيل الله من أجل أمن وأمان شعبه. وستواصل مصر مسيرتها الحضارية والتنموية بفكر وجهد أبنائها المخلصين، لن يثنيها عن بلوغ أهدافها دعاة التطرف ومعتنق الإرهاب المأجورون، فلسان حال أبناء مصر المقاتلين يقول في ثقة وإيمان المجاهدين الصادقين: فلتهنئ يا مصر بالنصر المبين، وليسترح في قبره شهيدنا، أنت ذكرك في المدائن خالد، والانتساب إليك مبعث فخرنا.